Okay. Nicht wieder und haben es. Okay. His hand movement is not good. ماني عارف ليش بيسوي كذا. ما ينفع تسوي زي كذا. This is a lot way more inefficient. ما دام عندك attack on move تضغط هنا right click اي left click تحت خلاص ما يحتاج ترجع فوق. لما يكونوا زي كذا ما في minions. هو بيضيع وقت مرة كثير عشان يضرب الاوتو attack. بس it's good يعني. ما شفت الفايتات الا شفتها. He does not reset auto with ulti. Okay. But yeah, good job. Good job. إنك تكرلي لو إيلو جنجل أسهل ولا ميد؟ الاثنين كلهم كويسين بس جنجل is normal. المفروض جنجل أسهل مفروض. بس أنا لسه ما أعرف يعني بتعلم. عندنا volatile matchup. عندنا يعني not a very hard CC. It is الإي حقته بس لازم يجيبها which is very easy to avoid. ذا واي حلعب الجيم هذا طبعا حاعتبر انه سجواني حتبدا بوت وحتطلع توب اكشلي انه والله كلهم يقدروا بوت عندهم كل بريشر مو طبيعي المفروض ما ادري مين اللي حياخذ برايو في التوب صراحه بس اتوقع انه البرايو حتكون عند موردكايزر فما دام البرو البوت مره كويس هذول من ناحيه البوش بس الديث بوتنشل حقهم يعني مره كبير هذول يعني هذول هذه حتتفيد القرار اللي لازم اخده العب حول مين المفروض العب حول البوت ايش بيسوي ده هذا برونز حقهم ابغى واحده بس يا واد سحبوا كله ايوه اديله في النوني I saw it smite then he's a fool I had to smite what the fuck man يا واد صحصح الله يلعن شيطانك يا واد ايه صح كريت الله يحييك شكرا اوكي هات الساد ساد شامبيون مريض خربان والله شامبيون خربان والله تشامبيون خربان بس ما حد راضي يصدق الله هيك ولا الله هيك هيك داينا ابوني لي ما مت وشيلت جي قتلناهم يا عيال ما ارجع اسوي ريكول هلتي واطي خايف ما اسوي ريكول شيل التوب سايد حقه كله رايت يو نيد تو ليرن ذس شيت خلاص ميتين اربع ميتين نرجع ريكول طب يا ابويا يو كان تيك ايفري ثينج ذي هاف لا 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 اليوم يرجعوا الجيم ببلاش ما مشكله شيل التوب سايد حقهم ارجع اشتري ايتم كبير
أدري ليش ما تسوى صراحة. بس هذا دجاني ما عنده ألتي. أهلا وسهلا. ما يعرف قريبه. Of course. هيد I will push top top هيروح يبغى ياخذ سول دريك. انا اقدر اخلص الجيم. فان التيم عندي حيأنت ويبغى ياخذ دريك باي طريقه. يا واد زعلان من الكاسيوبيا. ايوه ازعل منها. ايوه خلص خلص الجيم. يجي ما يبغى خلص الجيم. خلي مسكينة سجوان يعني ليفل 13 وانا ليفل 17 ماني عارف ايش بيسوي. انا كنت داخل السيزن هذا عشان افوز واحدة وانغلب تسعة يا اخو. سو فار 4-4 فاحنا بوزيتيف. ايش ما يصير من بعد الحين يعني هزمنا جيمين هزمنا 10 داز نوت ماتر. اي احد جاي يتفرج على جيم بلاي يا عيال دونت ما لعب كيندريد جالس اتعلم عليه. This is literally my fifth game as a kindred in jungle. Don't tell me what to do. Don't talk. Just have fun. Laugh. اي فيل تشوفوها يا عيال have fun enjoy. والله الساين شغال. والله الساين بطل. والله الساين بطل. جر أهله نص ساعة يا عيال ما حد مات. اوكي ضيعته على طول. ابغى اسيست بس تكفى اسيست. هو اخذ كل ببلاش. ابغاك اكل. نعم يا اخي الدبل تطبي كو قلت ليش هذا نامي بطل. اوكي اوه دام يا اخي اوتو كيو بس هتخسف انفجر. مينيونز خلصوا الجيم يعني؟ اوكي اوكي انا راضي انا راضي. بدايه سيزون كان المتوقع حقنا 1-9 5-4 سو فار يعني ورست كيس سيناريو 5-5 احسن من اخر اربع سيزونز.